اه طبعا، اما يعني في ايديا حاجه او كده، او مثلا هو اثر في حاجه انا بكملها عادي، المشاركه واحد، ما فيش فرق ما بين راجل وما بين ست. الست لو شاركت في المصاريف في البيت فهي زي ما بيقولوا اتملكت شويه، فطبعا الراجل هو مسؤول طبعا، فمش هيخليها تبقى. طبعا انا ست كبيره ومجوزه عيالي طول عمري، من ساعه ما اتجوزت وانا بشارك جوزي على طول في المصاريف، يعني هو بيدفع اللي يقدر عليه وانا بكمل. لا طبعا، لان انا مش موظفه. اشارك لازم. ما لازم نشارك دلوقتي، ما بقاش نافع ان ما نشاركش، لازم نشارك وعادي يعني، بحس ان احنا كده بنشجع بعض، بنحمس بعض، ما يبقاش برضه هو عليه كل حاجه. لا، لان ما بتشتغلش. لا هي ما بتشتغلش، بس هي مدبره، ممكن تشارك برضه. دي التدبير ده عباره ان هو برضه مشاركه. اكيد طبعا لازم الست والراجل حاجه اسمها مشاركه. انت نفسك بتقول شريك، شريك يعني 50-50، هو يدفع وانت تدفع. لا طبعا، طالما هما الاثنين بيحبوا بعض استحاله ان هما يتغيروا، وما مفيش حاجه تتغير. طبعا تتغير طبعا. عايز عربيه، عايز دوت، عايز دوت، عايز دوت. طب ما عندوش امكانيات، هتعمل ايه؟ لا عادي، ملهاش علاقه خالص. انا بالنسبه لي كده يعني، الناس دلوقتي بقت مستقله ماديا من وهي صغيره خالص، فاعتقد ان هم خلاص اتعودوا على الفاكت دي، ان بقت البنات مستقله يعني. هي طبيعه الستات كده، لما تشتغل لازم تتغير وتمسك فلوس وتتغير من كل حاجه. تتغير لان بتصرف على البيت، فبقى لها تحكم عليها، بتتصرف، بتتكلم بجراءه وتتصرف معاه بشديه كمان. لو ست محترمه عمرها ما تتغير، ولو راجل محترم عمره ما هيتغير. غير قوي لو مستقله ما ده معاها ما يكفيها. ما تعبروش، كل ما كلش، لكن هي ما شاء الله عليهم اغلبيتهم يعني لا محترمين يعني. على حسب الواحد، في مثلا الواحده الجدعه الاصيله لا مش هتتغير، انما مثلا اللي مش اصيله طبعا هتتغير. هي تتغير معاها لو هو سلوكه وحش معاها ممكن تتغير، انما سلوكه حلو معاها تتغير ليه؟ المادة مش هيتغير يعني، سلوك الاتنين مع بعض يعني. في المشاركة، الحاجة تبقى مشاركة ما بين الاتنين، بيكملوا بعض. فهي الست لو عاشت على يعني على يعني على مصاريف زوجها، على دخله هو، فهي يبقى في راحة. انما لو الاتنين اشتركوا يعني، انا مش بأيد الست في المادة مع الراجل الصراحة. ممكن نقسمها مع بعض او نخليها بالحب كده، برضو على حسب صفات الزوج، وبرضو البنت يعني على حسب صفات الاثنين يعني. هل هي ممكن مثلا تبقى رخمه او انانيه شويه في مصاريفها؟ هي بتبقى على حسب كل طرف من الطرفين يعني. لو الست بتشتغل هي بتحط جزء، بيبقى عندهم اكاونت مع بعض مشاركه هي وجوزها، ويحطوا في الاكونت ده، هي تحط مبلغ وهو يحط مبلغ، وتبقى هي دي مصاريف البيت، وبعدين اللي يزيد هي تشيله لنفسها. بيتكلموا مع بعض كتير عن طريق التفاهم، دي مثلا دي مصاريف دي كام، دي هتتكلف كام، دي هتعطس كام، تدبير عن طريق التدابير لكل واحد. شوف دي مصاريفه كام اخر الشهر، ودي مصاريفه كام اخر الشهر، وفي الاخر يشوفوا مثلا لو مرتبه بيحصله كله قد ايه، يفضل يرتب الطريقه بتاعته عشان يعرف من اين يصرفه.